اسمي هيثم السقاري، مدير التسويق والمبيعات في مؤسسة السقاري للتجارة والصناعة. والله احنا بنشارك المعرض ده، المعرض اكبر معرض في مصر للماكينات الصناعية والمكن السي ان سي، فيعني ده المصنع، ده المعرض الوحيد اللي بيقدم يعني ماكينات للمصانع يعني. والله احنا عندنا كل جديد السنة دي، عندنا ماكينات الليزر، القطع في الصاج، بتقطع في الصاج والالومنيوم والحديد، وعندنا مكن السي ان سي اللي هو مكن خاص بتصنيع الاسطمبات، وعندنا مكن طبعا الواير والحاجات دي، يعني كل الماكينات الجديده كلها بالكمبيوتر. والله بما ان مدير التسويق والمبيعات، يعني المعرض طبعا بيعرف العملاء على كل ما هو جديد، وفي نفس الوقت كمان بيدي يعني دفعه شويه للمبيعات في السوق الموجود في مصر يعني. مهندس حسام السقاري، رئيس مجلس اداره مؤسسه السقاري. احنا بنشترك في معرض ماكتك لنعرف السوق المصري على احدث المعدات اللي توصل اليها السوق والعالم كله من ماكينات الحديثه في الانتاج، ومن خلال المعرض بنسوق جميع المعدات عن طريق الشركة لجميع المصانع في مصر، وبنوصل لمصر وكل الصناعة جميع المنتجات على أحدث جودة من المنتجات، مكن الليزر ومكن السي ان سي. ناحية تنظيمية المعرض على أعلى مستوى بالمقارنة بأن احنا بنسافر لمعارض أخرى في الخارج. على نفس معرض ماكتك بعد سنين عدة توصل أن هو يرتقي لمستوى المعارض الدولية. إن شاء الله كل عام نشترك في معرض ماكتك بإذن الله.